السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحة جيدة، يا ربي امين. وكنتمنى تدخل عليكم سنة جديدة بالصحة والعافية وبكل ما كتمناو، يا ربي امين. اليوم في هذا الفيديو انا غادي نشكر فيه المتتبعات اللي تبارك الله انهم بداو كيخدموا وبداو كيديروا المشاريع ديالهم، والحمد لله صدقوا ليهم. وبالنسبه لبا كذلك نشكر البنات اللي انهم هما في البيت و يعني كيقنطوا كيجيو في مرحله ديال حاله الاكتئاب وبداو كيخدموا في هذه المشاريع، كيديروا ديكورات البيت ديالهم. يعني كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. ومن هذا اليوم علاش لا قلت ندير فيديو ونوريكم الاعمال ديال البنات اللي متبعيني، والحمد لله الحمد لله بشكر الله بفضل الله تعالى ورضا الوالدين انهم نجحوا ليهم وبداو كيخدموا. وكنقول لكم تبارك الله عليكم البنات، وكملوا كملوا كملوا في هذا الشيء، لانه الصنعه لما نفعتك راه ما تضرك عليها. يعني دائما سبق لي في واحد الفيديو كنت شحال حطيته، كنت هدرت على النساء اللي هما في الدار ما خدامات ما والو كيقنطوا، ودرت لهم فيديو قلت لهم علاش لا خدموا من ابسط الاشياء انكم تصيبوها وكتحطوها في الدار ديالكم، كتحسوا بالفخر، والله كتحسوا بالفخر انكم صيبتوا شي حاجه، وخصوصا خصوصا على الذوق ديالكم. هنايا انا غادي نوريكم بعض الاعمال ديال واحد الاخت والصديقه ناديه في المغرب، تبارك الله تعلمت النقش وتعلمت كتصيف الشمع، تبارك الله وسط عنبي. انا نوريكم الاعمال ديالها واش تبان ولا ما تبانش دابا، مي معليش انا غادي نحطهم في الفيديو. شفتوا معايا هنايا شميعات دارت هادو تاهما طوال، دارت هادو هنايا، يعني دائما كتصيفط ليا اشنو كدير، يا اما كنقول ليها راه مزيان تبارك الله دائما كنقول لها مزيان، ولا بانت لي شي حاجه انها خاصها تبدلها فيها ولا تصايبها كنقول لها خاصك تبدلي هادي، وتبارك الله عليها دائما كتسمع وكنا فرحانه ليها بزاف. ولقات تبارك الله الصباغه اكريليك شراتها من لوسيت، نسيت على السميه ديال لوسيت انا نقول لها تصيفط لي السميه ديالها. هنا شفتو هنا الشميعه صيداتهم تبارك الله وسط النبي. وخلات لي اوديو اللي كنشكرها فيه بزاف. هذا هو الاوديو. سلام لبنى اختي، انا من المتتبعات ديالك على اليوتيوب، واش نقول لك زعما تبارك الله عليك وبزاف بزاف لانك نفعتيني بزاف. انا اول وحده وكنعترف بها، ربي شهد علي انه اول حاجه كان الفضل ليك انني تعلمت النقش لولاك الحمد لله، وكانت صنعة ليا وكانت رزق ليا ولبنياتي، والحمد لله وبقات المسيرة غادة الحمد لله، حتى جات الفرصة أنني عاود توقفي معايا حتى نعاود نقش على الشمع، واللهم لك الحمد زعما تبارك الله عليك، مسيرة موفقة إن شاء الله، والله يخلي لك صحيحتك ويخلي لك وليداتك، وكيف ما نفعتينا في هذا الشيء، والحمد لله اليوتيوب كنت نفعنا بزاف بزاف، وبالخصوص حقاش انا متبعه في الموقع ديالك بزاف بزاف، ودرت بزاف الاعمال اليدويه زعما كلاتك صحيحتك. شكرا لك اختي ناديه تبارك الله عليك. انت يا راه كما كنتيش عندك واحد الرغبه
انك ما تمشيش للامام هكا، وكنتمنى لك دائما دائما التوفيق، وان شاء الله نبقاو على اتصال دائما. كاينه واحد الاخت كذلك سميتها خديجه، تبارك الله، حتى هي خدمات ودارت هاد الشميعات ونفعت راسها، وهي كانت في الدار ودائما كانت كتتصل بيا ملي كنت كندير اللايفات، وكتقول لي راه كنقنط وكنتونس بكم، كتوالف معنا في اللايفات انا والبنات صحباتي، والحمد لله بقات واحد اتصال انها بدات دابا كتخدم. سلام اختي لبنى، هدية دايره لاباس عليك؟ انا راه من المتتبعات ديالك في القناه ديالك، وبصراحه داكشي اللي كتحطي يعني استفدت منه بزاف، خصوصا الشمع. يعني كنت غير جالسه ما تلقى ما ندير، يعني كنت نحس غير بالقنط لدرجه ان حسيت بالاكتئاب. ومني خديت النصائح ديالك بخصوص الشماع وليت كنتلف في الوقت ديالي، وصراحه استفدت حتى ماديا، يعني وليت كنستافد، يعني وليت كنبيع الجرات ديالي الناس اللي تنعرف. يعني تنشكرك بزاف 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 على داكشي اللي كتحطي لينا كامل في المستوى. كنشكرك اختي خديجه، تبارك الله عليك. والله انا ملي كيجوني هاد الميساجات هكا كنفرح بزاف، وتبارك الله عليكم. يعني حتى نتوما كل ما كنتوش باغي ديروا شي حاجه ما تنجحش لكم. كاينه واحد الاخت كذلك، السلام عليكم هي هادي، اختي لبنى، كنشكرك بزاف على الفيديوهات ديالك، استفدت منهم، عملت منهم ديكورات في البيت ديالي، وبمناسبة حلول رأس السنة عملت الشماع، يعني وليت كنبيع بواحد الثمن زوين هنا في ايطاليا، لقى واحد الاقبال والحمد لله. دابا ملي شفت البوكي ديالك ديال الورد هو بديت كنخدم فيه، ان شاء الله دابا نصيفط لك حتى الفيديوهات، يعني داكشي زوين بزاف. فشكرا، وكنتمنى دائما المزيد والعطاء. كنشكرك اختي من ايطاليا، وهذا شرف ليا ان البنات متبعيني واستافدوا، خصوصا انهم استافدوا. كاينه معنا واحد الاخت كذلك من الجزائر، خصوصا من سطيف، سميتها اكرام، تبارك الله، سيارة بدات كتصيف الشميعات واستافدت. ومعايا كذلك الاخت ام ادريس، تبارك الله، صعبي صايبت واحد الشميعه غزيوله للزوج ديالها. كنتمنى لكم يا ربي التوفيق. انا كنقلب على الصوره ديال الشمعه اللي صايبات نوريها لكم، هي هادي صايبتها للزوج ديالها، وهذا اول مره صايبت الشمع، يعني تبارك الله صنعبي. دابا راه انها كتقلب انها تدير لامبريمونت الليزر، راه كتقلب عليها تما في الجزائر في الصيف، كنتمنى انها تلقاها. هي هذه الشميعه اللي بدات كتصايب. كنتمنى لك التوفيق اختي ام ادريس، وبالتوفيق يا ربي امين. ودائما كيحصل لي الشرف ملي كيتصلوا بيا البنات وكيقولوا لي شكرا ليك، يعني هذا شرف ليا. كنشكركم بزاف، وانا نوريكم ان شاء الله الصور ديال البنات اللي باقيين، والاوديوات نصيفطهم لكم باش
يعني شهادة، وأنا كيشرفني أنني نخليها عندي في القناة يبقاو، لأن خفتهم في اليوم في التليفون أنه يفشي ليا ولا شي حاجة، يعني فضلت أنني يبقاو عندي في القناة، وهذا شرف ليا، وباش يكون كذلك باش البنات كذلك يزعموا. صديقة ديالتي أم إدريس من الجزائر، تبارك الله صنع بيت، هي صيفطت ليا هاد الأوديو. كنشكرك بزاف حبيبتي. وهذا السلام عليكم أختي لبنى، ما شاء الله على إبداعاتك ومشاريعك. أنا من الجزائر أم إدريس، نحبك ونحب الشمع اللي تخدميهم ونحب كل شيء ديري. يعيشك أختي، نحبك ونحب المغاربة ونموت عليك لبنى أختي. كنشكرك حبيبتي أم إدريس، بارك الله فيك، هذا شرف ليا. وكان مازال باقيين بالنسبه للبنات يصيفطوا لي اوديوات واشياء الاعمال ديالهم، وان شاء الله فيديو قادم نصيفطهم لكم. الكل كاينه واحد الاخت بغيتكم تعرفوا عليها، سميتها نوال، عالم نوال امغار، عالم نوال امغار، القناه ديالها تبارك الله وصنع النبي زوينه بزاف، وكدير مواضيع زوينه، وكنتمنى انكم تتبعوها وتشجعوها كذلك. انا نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، وان شاء الله نزيد نحط لكم فيديوهات جديده واعمال جديده، وكنتمنى دائما يكون عليها الاقبال وتعجبكم، ونكون دائما عند حسن الظن ديالكم. وكنقول لكم سنه سعيده، تدخل عليكم الصحه والرباح وبسمه، تمنيتو ان شاء الله يا ربي امين. وخصوصا كثير من الاعمال اعمال اعمال، وكنتمنى انه ما تبقاوش انكم في الدار وقناطين، وما كت يعني قلت شي كتخلينا نفكروا بالحويجات بزاف، نعودوا مقلقين، نعودوا مكتئبين. يعني علاش لا نديروا اعمال بحال مثلا هذه العلبه هذه، يعني ساهله كندرسها معكم، كذلك هذا الفاز هذا حتى هو ساهل كنت درته معكم. وكان عاوتاني راه كنوجد انني نحط هاد الشميعه ان شاء الله نحطها لكم، وكي هاد الفاز هذا اللي حتى هو اللي كنت صايبت، شوفوا شحال الغزال وزوين. يعني علاش لا نديروا الديكورات ديالنا في الباب، مش باين لكم هنا مزيان باقي ما بانش، نديروا الديكورات ونقادوا الدار ديالنا يعني بالذوق ديالنا، وكاينين حويجات صغار 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 وبساط، يعني نصيبوها احسن ما نشريوهم غاليين. وقصنا عاوتاني نبدلو، يعني حنايا خصوصا النساء اللي حنا في الدار، يعني بعد ما راس كنقنطو من هاد الديكور ومن هاد الديكور، يعني ملي كنصيبوهم وتعاودي تصايبي حاجه اخرى بالذوق ديالك، وعلاش لا هادوك اللي صايبتو قبل بيعوهم وتعاودوا تصايبوا الديكورات جداد. يعني ماشي سهل ان الانسان يبقى يشري ويحط يشري ويحط ولا يصايب ويحط، يعني علاش لا بيعوا، ومن هكا تبداو المشاريع ديالكم وتبداو الاعمال ديالكم. وكنقول لكم كنحبكم بزاف بزاف بزاف، ومع السلامه ان شاء الله، فيديو قادم ان شاء الله.